أول صدام للسيسي دلوقتي مع صندوق النقد. أجلوا دلوقتي الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد. مش هيدوا للسيسي الشريحة الثالثة، وده طبعًا مهم جدًا إنه يبقى معاه الفلوس دي لأنه محتاج سيولة دولارية. ولكن في عرف بلدنا الناس اللي ماشيهم السيسي يقولوا أفكاره في كل مكان، قال لك يا عزيزي نحن الخبراء ونحن نرى إن الشريحة الثالثة دي من قرض صندوق النقد لا تؤثر على الاقتصاد المصري في شيء، زي ما الخبر اللي معانا من فيتو بيقول كده. أسرع يا جماعة لو سمحتوا. بعد تأجيل الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد، خبراء لا تؤثر على الاقتصاد المصري والصندوق بيطالب بالمزيد من الإصلاحات. طبعا حضرتك عارف إن لو كان وافق عليها عادي جدا وخدنا الشريحة الثالثة، كان هيطلع نفس الخبراء ويقولوا لك إن الشريحة دي مهمة وإن عبقرية وثبات وصمود وروعة الاقتصاد المصري خلت الصندوق يدينا، أو البنك الدولي يدينا، صندوق النقد عفوا يدينا الشريحة الثالثة دي من غير أي مشاكل. طيب إيه سر الخلاف المفاجئ بين عبد الفتاح السيسي ونظامه وصندوق النقد الدولي؟ ما هم كانوا ماشيين مع بعض ومديين له فلوس بتاع حوالي 17 مليار ولا حاجه. ايه سر الخلاف المفاجئ؟ نحاول نجد في السطور دي سر الخلاف المفاجئ. تعاون عبد الفتاح السيسي مع صندوق النقد الدولي حصل فيه توتر مفاجئ، على الرغم من ان نظام السيسي لبى كل الشروط اللي امروا بيها صندوق النقد الدولي علشان يديله قرض بقيمه 8 مليار دولار. بالرغم من ان السيسي عوم الجنيه وده ادى الى انخفاض قيمه الجنيه بحوالي 40%، بالرغم من ان السيسي رفع اسعار الفايده بشكل كبير وده ادى للارتفاع الكبير في اسعار المواد والخدمات في مصر، بالرغم من ان السيسي رفع اسعار الخبز بنسبه تتجاوز 400%، بالرغم من ان السيسي سمح بزياده اسعار الادويه بنسبه تصل حتى الآن إلى 80%، بالرغم من أن السيسي باع أصول الدولة بما في ذلك منطقة مهمة جدا زي منطقة رأس الحكمة، وبالرغم من أن السيسي دفع 25% من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية وقام بخطوات لبيع الشركات العامة والبنوك وسمح ببيع وخصخصة المرافق العامة، إلا أن كل ده مش كافي، إلا أن كل ده مش كافي لصندوق النقد، لأن صندوق النقد بيطلب بطلبات أخرى. صندوق النقد عنده طلبات تانية اللي هي إيه؟ تعال نشوف مع بعض. الصندوق قرر تأجيل مناقشة القسط الثالث من القرض اللي هو حوالي 820 مليون دولار ليوم 29 يوليو، ورفع طلب مصر من جدول أعمال المجلس التنفيذي للصندوق. طيب مبررات الصندوق إيه بقى؟ قال لك لم ينفذ نظام السيسي كل بنود اتفاقية القرض، وفي خطوات والتزامات لازم السيسي ينفذها قبل ما نصدر الشريحة الثالثة من القرض، ودي يا جماعة 820 مليون دولار. ايه اللي عمله السيسي؟ نظام السيسي التف على الاتفاق او القرارات او الاوامر اللي صدرت من صندوق النقد. زاد نفوذ اقتصاد الجيش عبر شخصيات مدنية زي إبراهيم العرجاني، وده اللي قلته لحضراتكم هنا يوم الخميس، وقال التعويم ده مش حر، يعني مش بالعرض والطلب، الدولة بتتدخل في سعر الجنيه الدولار أمام الجنيه لسه، وفشل في بيع الأصول المصرية للمستثمرين الأجانب عشان زي ما انتم عارفين إن في بعض الأصول ملهاش ورق. العواقب المحتملة، هيضطر نظام السيسي إنه يسرع تنفيذ قرارات صندوق النقد الدولي علشان ياخد الشريحة الثالثة من القرض، وده هينعكس على حضرتك ازاي يا عزيز المواطن، وده اللي لازم اقوله لك وده اللي يهمك في القصه دي كلها. ده هيؤدي لزياده اسعار السلع والخدمات الاساسيه بشكل كبير الفتره اللي جايه. خد بالك ان المبلغ مش مكمل مليار دولار، ولكن علشان تعرف الورطه اللي وصل لها عبد الفتاح السيسي، كل ده السيسي بيعمله علشان يحصل على 820 مليون دولار، مش اكتر من كده. طيب بمنتهى الوضوح والصراحة، الصندوق عايز ايه؟ الصندوق عايزك تبيع اصولك اسرع من كده وتبطل شغل الفهلوة.
أنا قلت لك قبل كده إن السيسي وشركات الجيش انسحبت ظاهريا، ولكن عملوا واحد زي إبراهيم العرجاني علشان يدير لهم شركات الجيش باسم مختلف. فصندوق النقد فاهم الكلام ده كويس. نرجع للأرشيف ونطلع سبب من الأسباب المهمة اللي بيصر عليها البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، وهي عملية شفافية بيع الأصول. اتكلم عنها قبل كده الدكتور زياد بهاء الدين، نسمع قال إيه قبل كده. الصندوق كان بيشجع أو بيدفع إلى أنه البلد هنا تبدأ في برنامج بيع أصول بشكل منتظم للأسباب المختلفة: توسيع قاعدة الملكية، تقليل العجز، زيادة المواد الأجنبية. ملاحظتها الأخيرة اللي قريتها من حوالي 10 أيام أو أسبوعين أنا فهمت منها إنها بتتكلم أكثر على ضرورة وجود ضوابط في حوكمة عملية البيع. وده الحقيقة برضه مطلوب، المفروض إن إحنا كمصريين يهمنا قبل ما تقوله مدير الصندوق، يعني بقدر ما أنا يهمني إني أشوف التخرج من الدولة وبيع للأصول، لكن هي مش مجرد البيع والحصيلة وخلاص، لكن لازم يتم الطريقة فيها شيء من الشفافية، تنافس، نعرف التقييمات جايه من فين، شفافيه اكتر طبعا. شفافيه اكتر، وهل بتتباع بيعه واحده ولا بيبقى فيه منافسه ما على 3 4 جهات يدخلوها، هل ده افضل تصرف فيها ولا من الممكن انها تتزود قيمتها الاول تمهيدا للبيع. يعني في حاجات كتيره بتجعل برنامج التخرج اكثر نجاحا واكثر مصداقيه، فانا خدت التصريحين دول. طيب يبقى اذا صندوق النقد يا جماعه محتاج مننا ان احنا يكون عندنا شفافيه في مساله بيع الاصول. طيب ادي مساله بيع الاصول وصندوق النقد اللي بيقولوا لك ان اللي جاي في المستقبل القريب زياده في الاسعار، وهيكون ربما الشعب المصري والاقتصاد المصري على موعد مع ايه؟ مع تعويم جديد علشان يلبي اوامر صندوق النقد الدولي.